السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إخواني الكرام، فبين يدي شهر كريم أنصح نفسي وإياكم بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه، ذاكرا قول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن كانت له أرحام مقطوعة فليبادر بالوصل، من كان عاقا لأبويه فليبادر ببر الوالدين، من كان كذلك مقصرا في جنب الله وفي حق الله فليبادر بتهدية ما عليه. الدواوين كثيرة، ديوان لك يا مسلم مع ربك، ديوان مع أرحامك وأقربائك، ديوان مع أصدقائك، ديوان مع سائر الخلق. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، شمروا عن سعد الجد، شمروا عن سعد الجد إذا كان أهل الكفر ينتشرون في العالم كله لنشر فسادهم ونشر كفرهم، فاجتهدوا أنتم لنصرة هذا الدين القيم، ولن يتركم الله عملكم. واعلموا أن الله يحفظكم ما دمتم تحفظون دينه، وما دمتم تحافظون على دينه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ابتعدوا عن هذا الشباب التافه، اعلموا الرسالة التي كلفتم بها ولماذا خلقتم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لا تظنوا أنكم خلقتم سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فانهضوا لنصرة دينكم وللعمل بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة. وقولوا للناس حسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.